السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا كيفاش نكريو واحد الكالكولاتريس بالفيزيوال بازيك. الوغ نمشيو نفتحو اكسل ديالنا, كريو واحد النوفو بروجي لا نوفيل فوي, نمشيو للديفلوبر نديرو انا فيزيوال بازيك, نزيد شويه الضوء اخا, نمشي نكري واحد الفورميلير جديد. وهنايا في هاد الفورميلير هذا غنكري سميتو ديالي, نكري الكالكولاتريس ديالي. واخا نكري واحد التكست بوكس هنايا, فوالا تكست بوكس, غنبدل ليه سميتو ديالو شنو بغيت ندير دابا الخوت. بغيت نرد هاد لو تكست هذا كيتكتب على اليسار ديال تكست بوكس, انا بغيت نردو لليمين. صافي كيفاش نبدلوه, كنمشيو لشي بلاصه هنايا سكرون با او فوالا او ردينا اليمين بهادي تكست اليني. صافي بالتكست الين ردينا لو تكست يكون هنايا, غنمشي نبدل ليه سميتو, نكبر الكتابه شي شويه. الا كتشوفوا راه لو تكست صغير بزاف, خصني نمشي نكبرو شي شويه. فين او لو فون هنا ندير ليه لو غرا ونكبروها شي شويه بحال هكا, ندير ليه 20 فوالا. الا درت واحد الزيرو فوالا بحال هكا غيبقى يبان لنا داكشي. صافي غنمشي نكري البوطونات, نمشي نكري لي بوطون, نجيب واحد البوطون هنايا تا هو نموديفي فيه داكشي اللي بغيت. مثلا هذا غادي يكون 7. صافي نمشي نكبر ليه التكست ديالو حتى هو غيولي كبير شويه وكغا. فوالا فوالا بحال هكذا ولا عندنا بوطون ديالنا هذا 7 ياك. غنمشي نكوبي كولي, ندير ليه كوبي كولي, كوبي كولي ونحطو هنا ونعاود نكوبي هاد جوج هادو, كوبي كولي تا هما ونحطهم هنا. نحاول نلصق شويه ما يكونش داك الاتساع بزاف. فوالا مزيان. غير كمثال الخوت ماشي وقيت باش نقاد هادشي هذا يكون مستيكي ياك. غير باش نعطيو اكزومبل كيفاش كتكري كالكولاتريس دغيا. نزيد سطر اخر فوالا, هنا غادي يكون هنا غيكون الزيرو ياك. فهاد الكابشن هذا كنبدلو لا فالور ديالو ياك. تقدر تكليكي غير هنايا ويعطيك تبدل هنايا واحد, هنا جوج, ثلاثة, هنا أربعة, هنا خمسة, هنا ستة, سبعة, ثمانية, تسعة. فوالا وهادي غادي تكون مقسومة ياك. هادي ملتيبليكاسيون, هادي لا سوستراكسيون, وهادي لا سوم لا لاديسيون,
وهذه غتكون ايغال مزيان، وهذه غتكون كلير صافي. غير كمثال الخوت صافي، كمثال انا غنحاول نصغر هادشي شي شويه. فوالا، دابا الخطوه اللي جايه مورا لا كرياسيون دو فورمولير هو نمشي نقاد السميات، داكور؟ ما يكونش داكشي عشوائي وتبقاو تكتبوا الكود في العشوائيات. الو، هاد البوطون هذا غيتسمى بوطون واحد، ولا كوموند بوطون واحد صافي، كوموند بوطون واحد السميه ديالو باش غتكوديها صافي. السميه باش غتكودها هي هادي، انا كنفضل نبدلها صافي، ندير بوطون تيريد الويت واحد صافي، كوبي نمشي لهاد الجوج هادي ونبدلها ونحط جوج، ونمشي لهادي حتى هي ونبدل السميه، هادي ثلاثة هادي أربعة هادي خمسة هادي ستة سبعة ثمانية وتسعود. صافي، هادو مريقلين، ونمشيو نريقلو تا هادي تا هي، نديرو اش مثلا نسميوها تي اكس تي تيريد لويت ريزولتا، ولا نتوما سميوها تكست بوكس تيريد لويت ريزولتا، غير باش الا تعطات في الامتحان الاستاذ يعرف علاش كدويو في ان تكست بوكس. داكور، غدير تكست بوكس تيريد لويت وعطي شي معنى ليها باش يفهم بلي راه فين كان افيشيو الريزولتا. نفس القضيه بالنسبه لهادو، كدير بوطون كدير واحد حداها تيريد لويت واحد باش يعرف بلي راه كدوي على هاد البوطون هذا. نمشيو نموديفيو هادو حتى هما، هذا بوطون كلير كلير، هذا بوطون زيرو ياك دير زيرو حداه، وهنايا بوطون ايكال، وهنايا بوطون بلس ياك، هنا بوطون موان، بوطون موان. دابا بوطون فوا، وهنا بوطون ديف. صافي، كلشي بدلنا ليه السميه مزيان ياك. دابا غنمشيو نكوديو باش غنبداو، غنبداو بالزيرو. دابا فهموا لا لوجيك باش غنمشي دابا في هاد الكالكولاتريس. دابا نورمالمون فاش كنحل الكالكولاتريس كتلقى زيرو هنايا صافي، كتلقى زيرو هنايا. واش الا كليكيت زيرو غيزيد مورا هاد الزيرو هذا الزيرويات؟ ما جاتش صافي. بحال هكذا نشوف انايا كالكولاتريس، مثلا عندي زيرو هنايا ياك، واش الا كليكيت زيرو غيزيد الزيرويات هنايا صافي؟ امتى غيزيد الزيرو؟ حتى يلقى شي رقم اخر، مثلا عندي واحد هنايا، الا كليكيت زيرو غيزيد الزيرويات حداه صافي، غادي يزيد الزيرويات حداه، ماشي بحال الا لقى ديجا زيرو. الا لقى ديجا زيرو ما غي وكليكيت زيرو هنايا ما غيوقع والو. بالعكس، الا لقى شي رقم من غير زيرو غيزيد الزيرويات حداه صافي. مزيان، نمشيو نكوديو هادشي اللي قلنا. دابا نمشي لهنا وندير الزيرو، اش غنقول ليه في الزيرو؟ اف تي تكست بوكس ريزولتا بوان فاليو، زعما لا فالور الى لقيتي فيها زيرو زيرو
اولا خاصها تكون كتخالف زيرو، صافي اللي مزيانه هي تكون كتخالف زيرو. ندير هنايا اكبر بحال هكا صافي. الا لقى شي حاجه من غير زيرو، مثلا واحد ولا ولا جوج ولا ثلاثة ولا أربعة، غادي يحط الزيرويات حداه. صافي غندير دان وحط وندير اند اف باش اند اف غنقول ليه اش حط الزيرويات حداه. تكست بوكس بوان تكست ايغال هادي، و يعني لا فالور القديمة زيدها الزيرويات. هنا قال لك اون ريجستر، نمشي اون ريجستر بحال هكا فوالا. فوالا دابا الا كليكينا زيرو ما غيوقع والو. الا مشيت مثلا موديفي هادي ونحط فيها واحد، الا مشيت مثلا وكليكيت زيرو دابا اش غيوقع؟ غادي يزيدها الزيرويات حداها. فهمتوا لا لوجيك؟ دابا بالنسبه لشي رقم اخر، دابا مثلا الى شوفوا هنايا، شوفوا معايا دابا هنايا مثلا في هاد الكالكولاتريس ديال البيسي، مثلا جيت وكليكيت واحد دابا ولا جوج ولا ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه، المهم الا كليكيت دابا في هاد اللحظه هادي وزيرو هنايا اش غيوقع؟ غادي يحيد هاد الزيرو هادي ويرومبلاسيها بالرقم مثلا خمسه. شتي؟ مسح زيرو ورومبلاصها بخمسة. داكشي اللي غندير دابا. ولكن اسمح لي دابا الا جيت وكليكيت خمسة ما كاينش يد الزيرو، الو غادي يحط خمسة حداه. يعني لا كونديسيون اللي غتمشي عليها الا لقيتي زيرو هنايا ياك رومبلاصيه بخمسة، الا لقيتي شي رقم اخر زيد خمسة حداه ولا ستة، المهم بحال بحال. داكشي اللي غنمشيو نكوديو دابا، نمشيو للرقم واحد صافي. نقول ليه اش الا كان if الا لقيتي زيرو ياك، هذاك التكست بوكس ريزولتا راه ساهل هادشي هذا صافي، ما تعقدوش فريوسكم باش ما يجيكمش صعيب. تكست بوكس ريزولتا بوان تكست ايغال زيرو، زعما الا لقيتي زيرو. علاش كندير بحال هكا؟ حيتاش الكونتينو هذا راه لو تيكست راه ماشي رقم صافي. اذا كنقارن لو تيكست مع لو تيكست، then and if. واخا دابا الا كان الا لقى هذاك تساوي زيرو اش غيدير؟ غادي رومبلاسيه بداك الرقم بالبوطون وحده صافي. اش غيدير دابا فهاد اللحظة هادا؟ غادي يشد تكست بوكس ريزولتا بوان تكست ويعطيه اش زيرو، لا فالور ديال زيرو. نمشيو نتيستيو هادشي هادا. فوالا عندنا زيرو هنايا، الا كليكيت واحد هنايا جوج ما خدامش داكور، حنا تنكوديو دابا واحد. الا لقى زيرو غادي رومبلاسيه بواحد صافي. كاين شي مشكل؟ الى لو تكست بوكس ريزولتا بوان تكست ايغال زيرو، تكست بوكس ريزولتا ايغال لا ايغال واحد، سمح لي هنايا ايغال واحد صافي. هنايا الى لقى زيرو شنو قلت ليه؟ الى لقيتي زيرو هنايا رومبلاسيه بواحد صافي. شي حاجه اخرى مازال ما درتها ليه. نمشيو دابا نكوديو داكشي الاخر. هنايا غادي ندير ايلز صافي. ايلز اش غندير؟ الى لقى زعما شي حاجه اخرى غادي يزيد هذيك حداه صافي. غنكتب ناخذ هذه دغيا، غادي يزيد واحد حداه. اند اف صافي. راه دابا كتبنا النص ديال الكود ديال الكالكولاتريس في هاد اللحظه هادي غير بهاد جوج ديال الحوايج صافي.
نمشيو نتيستيو هاد الشي هذا هنا. فوالا، الا لقيتي زيرو رومبلاسي بواحد، الا لقيتي شي رقم اخر كتب واحد حداه. هاد الشي اللي درنا في هاد اللحظات، نفس الحاجه اللي درت لهاد واحد هادي غادي نديرها لكل شي هاد الارقام هادو الاخرين، 2 و 3 و 4 و 5. نمشي نديرها دابا 2، غنكوبي هاد الكود هذا ونحطو هنا. وشنو كيتغير؟ كيتغير غير هاد الرقم هذا اللي لداخل هنا. صافي، غنمشي نشوف. ها هي، الا شاف زيرو هنايا غير رومبلاسيها بجوج، الا لقى شي رقم اخر غادي يحط جوج حداه. فوالا، واحد وجوج خدامين. دابا نمشي لثلاثة، ياك ثلاثة غنحط فيها نفس الكود. وغنرومبلاسي هادي بثلاثة. دابا الخوت، الا لاحظتوا واحد الحاجة، حنا في الانفورماتيك اي حاجة كتعاود ما كنحملوهاش. صافي، كنبغيو نختصرو الطريق بزاف. تخيل دابا غتعاود هاد الكود هذا 9 المرات، بزاف. صافي، بزاف. اذا غنمشي نكري واحد سميتو، واحد لا بروسيدور اللي كدير ليا هادشي هذا. صافي، فوالا، ندير بريفايت اش، بريفايت ساب، واحد لا بروسيدور اللي كدير لنا هاد الكود هذا بالضبط. نكتب السميه ديالها مثلا اكريغ، زعما اكريغ واحد لو نومبر. صافي، كتب لي واحد الرقم، وهنايا انتصاب. صافي، هاد الكود هذا انا هزو نحيدو من هنا ونحطو هنا. صافي، انا هزو نحطو هنا. غير هاد الرقم هذا اللي كيتغير غادي ندوزو في البارامتر. صافي، غندير سترينغ هنايا، او ندير مثلا لو نومبر اللي بغيت نحطو تمايا. لا، غندير لو نومبر از سترينغ، ياك از سترينغ، ونجي نحط هنايا لو نومبر. صافي، هذاك اللي صيفط في البارامتر، وهنايا لو نومبر. صافي، مريقلة. دابا غنحيد هادشي هذا. صافي، غنحيد هادشي هذا، واختصرنا بزاف ديال الحوايج. دابا غيجيكم الكود ساهل باش تفهموه. صافي، هاد لو نومبر هذا هو اللي غادي ندوزو في سميتو في البارامتر. شوفوا معايا دابا، كول هنايا اكريغ، هنايا اكريغ نومبر، وغادي ندوز البارامتر ديالي هنايا، غادي ندوز واحد. صافي، هنا غندوز واحد. فوالا، دابا الخوت اشنو قلت ليه هنايا؟ عيط ليا على ديك لا بروسيدور. اين بروسيدور؟ لا بروسيدور اكري نومبر اللي هي هادي، واعطيها في البارامتر واحد. هاد واحد هذا كيوصل لهنايا. ايوا، كيوصل، كيفيريفي على داك التكست بوك شنو فيه. واش فيه زيرو؟ غادي الى فيه زيرو غادي رومبلاسيه بداك الرقم اللي دوزنا من البارامتر اللي هو واحد. صافي، سينو ياك راه ما لقاش واحد، راه لقى شي رقم اخر، يعني غيزيدو حداه. الوغ، غادي يشد داك الرقم القديم وغادي يزيد حداه هذاك لو نومبر. صافي، هادشي اللي كنقصدو بهاد الكود هذا. نفس الحاجه غادي نديرها هنايا في لي بوطون الاخرين، وهكذا غادي يجينا الكود شويه سامبل بزاف كاع. 2 وهنايا 3، أربعة، نفس الكود، أربعة هنا، 5. إلا عقلتو كنت فاش كنشرح الكور وصلت لي فونكسيون ولي بروسيدور، قلت لكم حاولوا تبداو تخدموا بلي فونكسيون لي بروسيدور، راه كيسهلوا علينا الخدمة بزاف. نفس الحاجة بالنسبة لها التمرين هذا، راه لخصنا علينا بزاف ديال الحوايج. شوف، كتبت غير سطر هنايا، اما راه غادي نكتب هاد
جوج ربعة خمسة سطورة، وفي كل بوطون هنايا خاصني نكتب هاد الربعة ولا خمسة سطورة. واش بان ليكم دابا واش مزيان هكا ولا الطريقة القديمة؟ المهم انا جو بريفير هاد الميثود القديم، هاد الميثود الجديدة ديال لي فونكسيون. الى عجبتكم هاد لا ميثود ديال تعاود الكود بزاف د الخطرات وتعمر الورقة ديال صاحبك في الامتحان، ما عرفتش. المهم نمشيو نكتبو سبعة، هاد السبعة هادي تا هي غنحطو فيها هاد كول رقم سبعة، رقم تمنية، والرقم تسعود، فوالا. انا دابا ساليت مع الارقام، صافي انا ساليت مع الارقام، كلشي خدام. جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود، صافي كلشي خدام. زيرو صافي. دابا بقى لنا هاد كلير، هادي كلير اش كدير؟ هو كتمسح هاد الشي هذا وكتردو زيرو. نمشي نديرو، نمشي ندير الكود ديالو. هيا بوطون كلير، اسهل بوطون تا هو. اش كيدير؟ كيشد تكست بوكس ياك، وندير ليه بوان تكست، وندير ليه اش، ويردو ليا زيرو. شندو كاركتر، فوالا. نكتب هادشي هذا وندير كلير، ردوا لي زيرو، صافي مزيان. ها هو ردوا زيرو. دابا بقاو لينا العمليات، دابا صافي بقاو لينا العمليات. ندير مثلا واحد 12 وندير زائد. فاش غنكليكي زائد لاحظوا معايا اش غيوقع. اراد انتم دابا هاد البروغراماسيون على حسب القدره الفكريه ديالكم، كيفاش كتفكروا. صافي كل ما كتفكروا بطريقه مزيانه يا كل ما كتلقاو الحلول لي بروغرام دغيا. دابا شنو غيوقع ملي غادي ندير وندخل واحد الرقم ياك هنايا وندير بلوس؟ صافي فاش غادي ندير بلوس غادي يافيكتي هذا لواحد لا فاريابل باش يحتفظ بلا فالور الاولى ياك، ويرد ليا هذا زيرو. صافي داكشي اللي غنمشيو نديرو دابا، خاصو يرد ليا هنايا زيرو ياك. واش اخر و هاد 12 هادي باش ما تلفش ليا خاصو يحطها في واحد الفاريابل. نمشيو نديرو هادشي هذا. فاش يدير بلوس اش غيوقع؟ خصني نديكلاري فاريابل. صافي نديكلاري فاريابل، نمشي نطلع الفوق ونديكلاريها، ندير اش ديم لو نومبر واحد، الرقم الاول از مثلا از دوبل. صافي واخا ندير ديم وندير نومبر جوج، داك الرقم الثاني اللي غيدخل از دوبل. واخا هنايا خاصنا اش؟ لوبيراتور ديم اوبيراتور از شنو سترينغ، انا نشرح لكم هادي. وديم اشنو اخر؟ اوبيراسيون از بوليان. دابا غنعاود نشرح لكم. دابا الا جيتو كليكيت مثلا 12 ودرت بلوس، دابا باش فاش ندير بلوس خاص في الخطوه الاولى هي يمشي يمسح ليا 12 هادي ويحطها في واحد الفاريابل، يمشي يهز 12 هادي ويحطها في الفاريابل، ديك الفاريابل هي نمبر واحد. صافي الخطوه الثانيه هي انه يرد ليا هنا زيرو، مزيان. الخطوه الثالثه خاصو نعرف اين اوبيراسيون اللي كليك عليها لوتيليزاتور، اللي هي بلوس، اللي هي اش في ديك لي فاريابل اوبيراتور. بقات لينا واحد الفاريابل الاخرى اللي هي اوبيراسيون. اوبيراسيون يعني غادي نحتاجها في ايغال. صافي بور لو مومون تكونسونطراو معايا باش نساليو مع هاد بلوس.
يعني اش هذا خصني في الاول نهزها 12 ونحطها في واحد في هذيك الفاريابل ونردها هنا زيرو ونعرف اين اوبيراسيون كليكيت وندير ليه باللي راه كليكيت على واحد لوبيراسيون. مزيان نمشي لهنايا نقولوا الخطوات اللي قلنا غادي نهز ديك انا لو نومبر لا فاريابل نومبر واحد واش غنعطيها هادي راه دوبل صافي اش غنعطيها غنعطيها تكست بوكس تكست بوكس ريزولتا بوان تكست هنايا هذا راس راه رقم وهذا راه كتبه صافي يعني خاصني نحولو يولي رقم باش فال صافي فال مزيان. دابا اشنو قلت اخر غادي يشد داك التكست بوكس ياك وان تكست ويردو اش يردو زيرو صافي وشنو اخر ويقول لنا اين اوبيراسيون دار ياك بهاد لوبيراتور هذا ياك غادي ندير ليه بلوس وهاديك اوبيراسيون ديالاش ديال باش نقول ليه بلي راه كليك على واحد لوبيراسيون داكور نعطيه ديك بحال كنقولوا الكارطه الخضراء بلي راه كليكينا على واحد لوبيراسيون. حنا دابا تندويو على هاد لي فاريابل اللي كرينا هنا خدمنا دابا بالرقم الاول لوبيراتور اللي هي ديك بلوس ولا موان ولا سميتو وهنايا اوبيراسيون ياك لوبيراسيون وقلت ليه بوليان علاش قلت ليه بوليان حيتاش ما عنديش الحق ندير ايغال هذيك تساوي ما عنديش الحق نديرها حتى نكليكي واحد لوبيراسيون صافي ما جاتش ندير ايغال نيت هنايا صافي بدا يعطيني في الزروه داك الشيء ما بغيناش صافي يعني خاص تنكليكي شي زائد هنايا عاد غادي يدير ايغال. مزيان نجي لهنايا الترو نفس القضيه غادي نديرها بالنسبه لسميتو غنكوبي هذا الكود هذا وغنحطو بالنسبه للناقص ياك ناقص ها هو الكود غير غادي نبدل هاد سميتو بناقص صافي نفس الحاجه ياك فين هي نفس الحاجه بالنسبه لفي ها هي وغنبدل هادي بملتيبليكاسيون ياك غنجي لهنايا غنبدل هادي مقسومه مقسومه وشنو اخر باقينا دابا غير تساوي صافي دابا نمشيو نتيستيو شنو فين وصلنا فوالا غادي ندير 12 وندير مقسومه شتو ردوا ليا هادي زيرو صافي. دابا شوفوا لاحظوا معايا دابا لاحظوا معايا الا درت 12 ودرت فوا هنايا تيعطيني زيرو اشنو كيعني بزيرو يعني كيعطيني الامكانيه ندخل الرقم الثاني. دابا فاش غنكليكي الرقم الثاني يعني تكليكي 12 ودرت مقسومه على 15 دابا شنو باقي خاصني باقي خاصني غير هاد تساوي هادا نبروغراميها. دابا فاش غنكليكي بروغرامي غادي فاش غنكليكي على ايغال سمحوا لي فاش غنكليكي على ايغال راه ديجا عندو الرقم الاول وهذا هو الرقم الثاني اللي هو 15 غادي يمشي فيريفي على ديك اوبيراسيون واش ترو واش كليكا لوتيليزاتور يد على بلوس صافي واش كليكا على بلوس ولا موا ولا فوا حيتاش درنا ليه هنايا ترو صافي حيتاش في الاول كانت فولس صافي ولا مهم هنايا ردها ترو صافي هنا ردها ترو. مزيان دابا فاش غنمشيو نكليكيو على ايغال غادي يمشي يهز
غادي يمشي يهز داك الرقم الثاني ويحطه في ديك الفاريابل الثانيه. شنو هو هذاك؟ فاش غادي مثلا درت انايا 13 زائد دابا كيتسناني ندخل ليه الرقم الثاني اللي هي مثلا 14 وندير ايغال الرقم الاول ديجا عنده ياك، والرقم الثاني ها هو بين يديه. دابا غيمشي فيريفي على لوبيراسيون شكون اين اوبيراسيون غيدير عليها الحساب، واش بلوس ولا مقسومه ولا سميتو. صافي داكشي اللي غنمشي ندير دابا ان ايغال ياك، غنمشي نقول ليه بعدا واش كليكا لوتيليزاتور على ديك اوبيراسيون. اف اوبيراسيون ايغال ترو ياك، دان عاد غتبدا الحساب الا كانت ترو ديك سميتو، اند اف الا كانت ديك لوبيراسيون ايغال ترو عاد غادي تبدا الحساب. دابا اش غيمشي يدير؟ غادي يمشي يجيب ديك غيمشي يجيب ديك داك الرقم الثاني. صافي لو نومبر جوج ايغال وندير فال، هاد فال هادي كيرد لنا شينت كاركتير الواحد الرقم. صافي ندير تكست بوكس هنايا وندير بوان تكست، فوالا هو جاب لنا الرقم الثاني. دابا عندنا جوج ارقام، صافي عندنا الرقم الاول اللي دخل لوتيليزاتور والرقم اللي كليكا مورا ديك البلوس ولا الموا ولا سميتو. دابا خاصني نعرف اين اوبيراسيون غندير. غادي ندير ليه الا كانت ديك لوبيراسيون اللي هي اوبيراتور، الا كان لوبيراتور ايغال بلوس ياك، يعني غادي يدير لاديسيون. صافي غيدير لاديسيون then ايدير لو نومبر واحد زائد نومبر جوج. و الى دار لاديسيون فين غادي يحطهم؟ غادي يحطهم في داك تكست بوكس ريزولتا. صافي تكست بوكس هنايا تكست بوكس ريزولتا بوان تكست، وغادي يحط في هذيك لاسوم. فوالا هنايا عندنا ايلز، ندير ايلز اف، يعني راه باقي عندنا شي شرط اخر. داكور الشرط الاخر اللي هو غنمشي نفيريفي على لو موا. صافي غنفيريفي على الموا هنا كاين دن، ونفس الحاجه هنايا غندير هنا هنايا المو. صافي سمحوا لي هنا المو واخا، وهنا اش المو. دابا انا درت لوبيراسيون ديال سوستراكسيون. داكور غندير نفس هاد اللعيبه هادي وندير دابا على الفوا. الا كانت الموتيبليكاسيون غادي نحط الموتيبليكاسيون هنايا. دابا غنمشي نفيريفي على اش لا ديفيزيون. الا كانت لا ديفيزيون غادي نفيريفي على داك لو الرقم الثاني، واش داك الرقم الثاني كيخالف زيرو. اف اش if لو نومبر كيخالف، خاصو يكون كيخالف الزيرو، عاد غادي نمشي ندير عليه شي حاجه then and if خاصو يكون كيخالف الزيرو عاد ندير عليه لا ديفيزيون. صافي وهنايا غادي نكوبي هاد الكود هذا ونحطو هنا. صافي ندير هنايا لا ديفيزيون فوالا هادو، وهذا خصني نسدو هنايا. صافي هاد الاف هادي اللي حليت هنا خصني نسدها هنا اند اف. واخا دابا اني درت هنايا هاد البوطون ايكال، مشيت ليه شفت واش ديك لوبيراسيون
ديك لوبيراسيون واش كليك على شي اوبيراسيون لوتيليزاتور واش كليك على شي اوبيراسيون. مشيت لديك الفاريابل الثانيه افكتيت لها تكست بوكس لا فالور الثانيه اللي دخل لوتيليزاتور. قلت ليه هنايا الا كانت ديك لوبيراسيون بلوس غنمشي ندير لاديسيون، الا كان لوبيراتور موا غنمشي ندير لا سوستراكسيون، و الا كان لك لوبيراتور فوا غنمشي ندير ملتيبليكاسيون، و الا كانت هاد السلاش غنمشي ندير لا ديفيزيون بلان. دابا فاش يسالي اش غيدير، غيرد لي فالور لبلاصتهم صافي، غيرد ليا لي فالور لبلاصتهم اين فالور، غادي يرد هادي بعدا ياك، غادي يردها شين فيت، وهادي غادي يردها غادي يردها فولس هنا هادي صافي. فاش يسالي كاع هنا انت اف، هنا غادي يدير اش، غادي يدير اوبيراتور ولا بلا شوف بلا ما نقاوم بارستوريوسنا، ديرو صافي كنترول اس راه خدام هادشي هذا صافي، الله يجعل البركة. واحد زائد جوج ايكال ثلاثة صافي، نمسح خمسة فوا خمسة 25 ونمسح صافي، عشرة فوا خمسة 50 نمسح صافي، وهكذا دوالي صافي. كالكولاتريس خدامة غتجيبو فيها النقاط، غير شوية ديال التفكير وشوية ديال العقل وصافي، ها هو الكود ساهل ماهل صافي، راه ما اخترعتش شي حاجة كاع هنايا صافي، ما كاينش شي اختراع هنا، كاين غير خدم شوية ديال اللوجيك وانت جيب شي النقاط ديالك في ليكزام، واللهم يسر الله ينجح الجميع، ونتلاقاو في فيديوهات اخرى ان شاء الله نتعلمو حوايج اخرين.